Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank Dr. Magdi, Ustazna Dr. Magdi, Ustaz Dr. Abd Rahman, ala al-da'wa al-karima al-fariq Aswan Heart Center team. On behalf of Aswan Heart Center team, I thank all the attendees and the dear professors and the colleagues for this invitation and attendance. أنا طبعا يعني في الأول برضو بشكر دكتورة رانيا. أنا سعيد إنه يعني أحب أسمع كل مرة محاضرة الأريزميا بتاعة النيونيتس من دكتورة رانيا. الحقيقة يعني كل مرة بسمعها بنبهر أكتر وبتعلم أكتر. إحنا هنحاول يعني نكونكلود شوية عشان هو الموضوع بتاع الكريتيكال كونجنتال هارت ديزيز في النيوبورن ده موضوع واسع شوية. إحنا هنتكلم عن الدياجنوزس والإنيشال مانجمنت. زي ما دكتور مجدي كان بيقول الانسيدنس احنا عندنا اراوند 8-10% of 1000 live born infants have congenital heart disease. تلت دول تقريبا او ربعهم عنده بيجي بليجنز ان ذا فيتال ليجنز في النيونيتال بيريود. بالادفانسز اللي موجوده في الدياجنوزس والكاثر انترفنشنز والسيرجيكال تكنيكس والبوست اوبريتيف اي سي يو مانجمنت بقى في a lot of solutions made this possible to save many lives of these critically ill infants. Accurate diagnosis is crucial عشان to put a plan or at least to refer the patient for a specialized center. ECHO still the mainstay required to precisely define the anatomy of the anatomical problem which يعني most of the of the patient with congenital heart disease المشاكل بتاعتهم البرزنتيشنز مبنيه على anatomical او structural abnormalities. ولكن مش عايزين ننسى انه الفانكشنال ابنورماليتي كان بي ديتكتد باي كلينيكال كلوز وراديولوجيك فايندينجز. انت مش محتاج كل مره انك تستنى لما الايكو يبقى افيلبل عشان تدياجنوز العيان. انت اتليست ممكن تسيف العيان قبل ما الايكو يبقى افيلبل. الابروتش اللي هنتكلم عليه في الكريتيكال كونجنتال هارت ديزيز ان احنا البرزنتيشنز بتاعهم التايمنج امتى بيجوا لنا او امتى بيظهروا. هل كل الحالات شبه بعضها؟ هل كل حالات بتيجي فيري ايرلي؟ السيفيريتي ودي بتبريزنت ايذر بساينوزس او سيستميك كولابس او هارت فيلير. دي الثلاث محاور اللي هنتكلم فيهم على البرزنتيشنز بتاعهم. بعد كده لما تشخص هتحط البلان اوف مانجمنت. البلان دي هتبتدي بالاكيوريت دايجنوز زي ما قلنا قبليه بالكلينيكال كلوز الهايبر اوكزيا تيست البريفرال بالسيشن. دي من الحاجات اللي الناس كلها محتاجه تبص عليها لما تشوف عيان ساينوزد او عيان جاي شوكد ان احنا نبص على البريفرال بالسز بتاعته يعني باك تو سمبل بيزك كلينيكال تولز. بعد كده طبعا الدياجنوستيك تولز عندنا الايكو والاكس راي والاي سي جي وفي ادفانسد طبعا ايمجينج لو بعد ما نستابلايز العيان. بعد كده هنحط البلان ايذر سبورتيف او كيوريتيف وده ممكن يبقى سيرجيكال. ودلوقتي بقى في كمان كاثتر بيزد انترفنشنز افيلبل في ا لوت اوف كيسز. التايمنج ده هيعتمد على السيفيريتي وعلى النيتشر بتاع الديفكت. لو سمبل ليجن زي اي اس دي او في اس دي عاده يا اما اذا هتبرزنت بميرمر او حتى مش هتبرزنت بميرمر خالص وهتبرزنت ليتر ان لايف. انما موست اوف ذا سيفير ليجنز او كومبلكس ليجن وانا بقول دايما يعني لو في حاجه سيريس عاده ربنا بيدينا كلوز نقدر نشوف منها الحاجه دي مش هيفضل مخبيها لغايه ما الدامج البني ادم. الحاجه الثانيه انه في النيونيتال بيريود في عندنا الترايشنز كتيره بتحصل في الكارديوفاسكولار فيسيولوجي بتفرق في البرزنتيشنز زي مثلا الكلوجر بتاع البيتا داكتس ارتيريوزس او الداكتس ارتيريوزس والريستريكشن على مستوى البيتا فورامين اوفال. ده في بعض الكومبلكس ليجن زي ما هنشوف بعد كده بيفرق في البرزنتيشن بتاعهم. الحاجه الثانيه انه زي ما قلنا ممكن يبقى عيان عنده لارج في اس دي مولود بيها مش عامله ولا ميرمر ولا افكت في اول شهر شهر ونص من عمره لغايه ما يحصل فول في البلمونري فاسكولار ريزيستنس على عمر 6-8 اسابيع يبتدي العين يبرزنت بهارت فيلير. فالتايمنج ده بيعتمد على حاجتين. اول حاجه السيفيريتي بتاعت الليجن. الحاجه الثانيه التغيرات اللي بتحصل في الفتره الاولانيه في الفيسيولوجي بتاع العيان. التغيرات دي احنا قلنا يا اما على مستوى الدكت يا اما على مستوى البيتان فورامين اوفال. على مستوى الدكت ده هيشمل كل الدكت ديبندنت ليجنز والدكت ديبندنت سيركيليشن. وهدف الدكت هنا ايذر تو مينتين السيستميك سيركيليشن زي في حالات الكريتيكال اورتيك ستينوزس او السيفير كواركتيشن والانتربشن او النير انتربشن. وفي الورست طبعا يعني كيسز زي الهاي بلاستيك ليفت هارت سيندروم او ده الاكستريم بتاع السكيل بتاع المجموعه دي. ايذر الدكت برضو هتبقى مهمه في الاوبستراكتيف ليجنز على الرايت سايد عشان تو مينتين البالمونري بلاد فلو
زي في حالات الكريتيكال بالمونري ستينوزس او بالمونري تريزيا انتكت سيبتم وده الاكستريم فورم بتاعهم، بالمونري تريزيا في اس دي او الاكستريم فالوت من النوعيات دي، وكل حالات بقى السنجل فنتريكل بالتراكاسبيد اتريزيا بالمونري اتريزيا اي يوني فنتريكلر هارت وات ايفر الاندرلاينج ستراكشر ابنورماليتي معاها بالمونري اتريزيا هي محتاجه الدكت عشان تمنتين البالمونري بلاد فلو. كذلك السيفير ابشتاين انومالي اللي عندهم تراكاسبيد فالف يعني اولموست من كتر ما الفلو مش قادر يعدي في التراكاسبيد هو اكنه فانكشن اتريزيا، هو الار في مش موجود فمش بيباص البلاد اصلا للبالمونري سيركيليشن. كمان في واحد من الكومن ساينوتيك كونجنتال هارت ديزيز اللي هو الترانسبوزيشن اوف جريت ارتريز، الدكت بيتنسي ده مهم عشان الميكسنج عشان يميكس البلاد ما بين البالمونري والسيستميك سيركيليشن في الحالات اللي فيها بارل سيركيليشن زي التي جي اي واشبهها. تاني ليفل من الحاجات اللي برضو بتفرق في التايمينج بتاع البريزنتيشن هو الريستريكشن على مستوى البيتنت فورامين اوفال، وده هيبقى مهم عشان يريليف البالمونري كونجستشن. لو مثلا عيان هاي بلاستيك ليفت هارت او ميترال اتريزيا او ميترال ستينوزس لازم البي اف او تفضل مفتوحه عشان الدم مش قادر يمشي من الميترال فالف، فانت محتاج البي اف او عشان تباصل الدم للتراكاسبيد فالف ويقدر يمنتين السيركيليشن ايفن حتى لو العيان مش يعني يمنتين ابلو يعني ساينوزس بس يبقى عنده ستروك فوليوم وكاردياك اوتبوت. وكمان مهم عشان تريليف الرايت سايد كونجستشن، وده بيحصل في حالات زي البالمونري اتريزيا انتكت سيبتم الدم مش قادر يدخل الار في فهو مضطر يمشي من الفينا كيفا للليفت سايد عشان يمنتين برضو الكارديك اوتبوت بتاع العيان. وكل حالات التراكاسبيد اتريزيا. كمان مهم قوي في حالات زي التوتال انوماليس بالمونري فينوس كونكشنز بالذات الاوبستراكتيف تايبس او حتى اللي مش اوبستراكتيف لازم البي اف او تبقى مينتيننج السيركيليشن لانه هو الدم بقى كله بيروح الرايت سايد مفيش حاجه بتروح الليفت سايد غير ثرو البي اف او عن طريق الايه. فلو هي ريستريكتيف ده برده هينتهي بسيركيولاتوري كولابس اجين تو انشور الميكسنج. وهنقول برده ان البي اف او اهم من البي دي اي في الميكسنج او الميكسنج ليفل على مستوى الاتريال ليفل هو اهم في حالات البارال سيركيليشن زي التي جي اي، ولذلك بنلجا حتى بعد البروستين ايفن بعض الحالات مش بتريسبوند على البروستاجلاندينز فبنضطر ان احنا نروح لان احنا نعمل اتريال سيبتوستومي او راشكند، وده دكتور عبد الرحمن هيكلمنا عنه. طيب اول برزنتيشنز من البرزنتيشنز اللي بتيجي في النيونيتال بيريود هي احنا قلنا الساينوزس، دي بعض الدياجنوزيس اشهرهم التي جي اي بعدها الكريتيكال بي اس والحاجات دي احنا قلناها. الساينوزس مهم نعرف حاجه اسمها هايبر اوكسيا تيست، وده فيري سمبل تيست اظن كل الناس بتشتغل نيوناتولوجي عندها المعلومه دي. مش عايزين دايما نرش عيان جاي ساينوزد انليس ان هو مش في كريتيكال سيتويشن او هيموداينامك لان ستيبل ان احنا نلجا ان احنا نحطه على اكسجين جاري في جاري ومن غير حتى ما نشخص ونسيب العيان ونقعد ندور له على ايكو. لا انت حطه يعني اول حاجه اسحب بيز لاين بلاد جاز لو ده افيلبل، لو مش افيلبل اتليست خد بيز لاين ريدنجز بالبلس اوكسيمتر وده بقى متاح في كل حته تقريبا يعني بعد الكوفيد الحمد لله كل الناس بقت ماشيه بالبلس اوكسيمتر في جيبها. ف هناخد baseline reading بعد كده حط العيان على high يعني 100% oxygen على نيزل كانيولا أو ماسك أو whatever لمدة 10 minutes وبعد كده عيد readings دي تاني. لو saturation اتحسن أو لو available طبعا blood gas ده هيبقى more accurate لأن احنا عارفين برضو البلس oximeter في cyanotic lesions ساعات الaccuracy بتاعته ما بتبقاش كافية. فلو في available blood gas ولقينا ال PO2 لسه ستيل اقل من 100 مليمتر مركوري ان ابسنس اوف لانج ديزيز فده معناه فور شور ان في رايت تو ليفت شنت جوه العيان ده على مستوى يعني كاردياك شنت رايت تو ليفت اند از ده فيرتشوالي دايجنوستيك للساينوتيك كونجنتال هارت ديزيز مش محتاج ان انت تجيب الايكو. هنتكلم بعد كده برضو انه في المانجمنت انت دلوقتي مبدئيا شخصت عيان ساينوزد العيان ده بالهايبر اوكسيا تيست بيقول ان عنده ساينوتيك كونجنتال هارت ديزيز. طيب لو العين ستيبل وانت عندك افيلبل في السيرفيس اراوند مثلا انك تجيب حد يعمل له ايكو ده هاي بريسايز الاناتومي عشان تبتدي تحط البلان زي ما اتفقنا في الاول. الايكو هو ستيل ذا مين ستي وفيزيبل ونون انفيزيف بيأسس الاناتومي والستيت اوف ذا بي دي اي. ف ان ابسنس اوف ذا ايكو ات ليست الفيزيولوجيكال دايجنوزس شود بي ميد ويز كومبينيشن بقى كلينيكال اي سي جي تشست اكس راي بلاد جاز هايبر اوكسيا تيست. مش لازم نستنى الايكو عشان نبتدي حتى نحط العين على تراك ستابيلايزيشن. الستابيلايزيشن بيبتدي بانه معظم العين دول لو هم في سيفير ساينوزس هيبقوا بريزنتنج بميتابوليك اسيدوز من الهايبوكسيا. بعضهم ساعات بتبقى البي دي اي او البي اف او موجوده بس الفلو عليها قليل نتيجه الديهايدريشن العين مش قادر يرضع كويس او لسه فيرست بيبي ومامته مش عارفه
ترضعه كويس فبيبقى مشكلته بس الديهايدريشن. وانس ان هو خد شويه فلويدز بتلاقي او خد جود فيدنج بتلاقي العيان بدا يمبروف. فمهم ان احنا نستابلايز العيان، نصلح الاسيدوزيس، نصلح الديهايدريشن، لو في هايبوجلايسيميا البيزكس بتاعه الكريتيكال كير مانجمنت. لو الساتوريشن دروب بلو 70 البيبي شود بي ستارتد اون بروستاجلاندين ايفن بيفور ذا كومبليت اناتوميكال دايجنوزيس استابليشد. ده في كل السينوتيك نيو بورن الحقيقه، ما عدا مثلا حالات زي التي بي في دي لو هي اوبستراكتد، عشان كده احنا بنعمل يعني عكسها. انما الجايد لاينز بتاعه النيوناتولوجي كان فيها الستيتمنت دي، انه انت مش محتاج تستنى لما تعمل بريسايز اناتوميكال دايجنوزيس بالايكو عشان تبتدي بروستاجلاندين. لو عيان ساتوريشن بتاعه بعد الهايبر اوكسيا تيست انت شاكك ان هو سينوتيك كونجيتال هارت والساتوريشن بتاعه مش بيرفع عن 70 والعين شكله كلينيكالي مش ديستريسد او ما عندوش مشاكل ثانيه تشست بروبلمز، فانت يشوت ستارت بروستاجلاندين وبعدين تبتدي في اسرع وقت تتاكد من الدياجنوز عشان تشوف انت هتكمل في بلاندي ولا البلاندي اجينست عين، لان مش كل العينين بيستفيدوا من بروستاجلاندين. بروستاجلاندين زي ما هو مفيد في البيتنسي بتاعه الدكت، هو له ا لوت اوف سايد افكتس، منها التيشو فرايبيليتي والتيشو إديما، وطبعا اشهرها الابنيا، فبتضطر تحط العين على فنتليتور. وانس العين اتحط على فنتليتور بدانا مسار النيمونيا الاكوايرد من على الفنتليتور وهكذا. بعد كده هتحط البلان. البلان معظم حاجات الرايت سايد اوبستراكتيف ليجنز ما عدا معظمها بقى لها كاثر بيزد انترفنشن، دي عبد الرحمن ان شاء الله هيكلمنا عنها في المحاضره اللي جايه. دي اكزامبلز من الايكو دايجنوزس لحالات، ده جاست سبكوستال فيو، وان فيو ده عيان عنده بارل سيركيليشن. الفيو ده مش بنشوف كتير، انه عاده الجريت فيسلز اناتوميكالي في لها سبايرال ريليشن، الاورطه بيطلع posterior to the right والpulmonary بيطلع anterior to the left، ده في normally related vessels. كلام ده ما قدرش نشوف ال two great vessels parallel to each other كده في ال subcostal view إلا في حالات ال TGA. الحاجة التانية خلاص أنا شخص إن ده TGA، أنا بمشي systematic طبعا، بس at least لو أنا عرفت إن ده TGA لازم أبص على ال PFO. إحنا زي ما شايفين في الصورة اللي على السيني اللي على اليمين ال PFO very restrictive، العين ده لو ما عندوش BDA كفاية العين ده هيكراش within hour. ده عيان عنده الار في اولموست على شمال الصوره مش بيتحرك خالص، والبي اف او هنا شايفين الفلو عليها كله ازرق. ازرق ده عندنا في الايكو يعني من او ماشي من الرايت سايد للليفت سايد اواي فروم البروب اللي هو من برضه سبكوستال فيو. فبنبتدي نبص ايه الليجن الار في ده، ايه الاوبستراكتيف ليجن اللي عليه. زي ما احنا شايفين ده بالمونري فالف اولموست في سيستوليك دومينج مش بيتحرك خالص، ريستريكتد موبيليتي، فيري بين بوينت فلو، وكمان شايفين الفلو الاحمر اللي جاي بتاع الداكتس اللي مينتيننج الساتوريشن بتاع العين ده. ده اكزامبل الاكستريم فورم بقى البالمونري اتريزي انتكت سيبتم، ده عيان اولموست كل الفلو اللي بيخش الار في هو مضطر يرجع تاني بالتريكاسبيد ريجرج لانه البالمونري كومبليتلي اتريتيك. العين ده لو الداكت بتاعته قفلت هو خلاص هي ويل داي، فمحتاج تبص على الاناتومي بتاعه تتاكد انه في داكتال فلو عشان تبتدي اتليست ستابلايز العين بفلويدز وتبتدي بروستاجلاندين وبعد كده تشوف ايه النكست ستيب. طيب كل بقى الاذر داكت ديبندنت ليجنز على الرايت سايد بالمونري اتريزيا في اس دي تراكاسبيد اتريزيا مع بالمونري اتريزيا اي سنجل فنتريكل او زي ما قلنا الفانكشنال اتريزيا زي في حالات الابشتاين محتاج تمنتين البيتنسي بتاعت البي دي اي. الحاجه من الحاجات اللي على الرايت اوبستراكتيف ليجنز اللي احنا بنقول عليها لو عندك اوبستراكتد تي بي في دي، دي كاردياك ايمرجنسي، اوبستراكتد توتال انومس بالمونري فينس كونكشن، دي سيرجيكال كاردياك ايمرجنسي النيونيتال بيريود، محتاجه كلينيكال سسبشن، عيان ساينوزد عنده ريسبيرتوري ديستريس، سيفيرلي كونجستد لانج مش بليثوريك لانج، يعني بنشوف المنظر بتاع الفينس كونجستشن في الاكس راي. فانت شخصت الحاجات دي لو زي ما قلنا عملت ايكو سريعا انت كده بقيت سسبكتنج عيان عنده ساينوتيك كونجيتال هارت ومعاه بالمونري اديما، فده موستلي عنده بالمونري فينس كونجستشن. دي صوره الايكو اللي على الشمال، احنا شايفين الحاجه اللي فوق دي ده الكونفلوينس، ده الكونفلوينس بتاع البالمونري فينز، وده الفتحه الصغيره دي هي اللي بتعدي الفلو من البالمونري فينز. ده عين كان عنده سنجل اتريوم بتعدي الفلو منه. ده العيان اللي احنا بنقول بقى لو اديت له بروستين هيبقى متضايق لان انت عمال تزود فتحت البي دي اي فعمال تزود البالمونري بلاد فلو، وهو البالمونري بلاد فلو ده مش عارف يرجع للهارت لان هو اوبستراكتد، فعمال مور كونجستشن مور كونجستشن. فالعيان ده انا شفت عيان كده يعني هم كلموني عليه في نيكيو، ده عيان ساينوز ده احنا بدانا له بروستين، طب حاول تيجي بسرعه، قلت انا مش عارف اجي قبل كذا على ما رحت له،
لقيته لا يا جماعه ده تي بي في دي انتوا عملتوا عكس المطلوب تماما. فقفلنا البروستين، العين اتحسن بس كان خلاص بدا ياخد بقى السكه بتاعه ان هو كونجستد انفكتد بلا بلا بلا، وخلاص وانتهى الموضوع ان هو طبعا سيبسز قاتل اللعين في الحضانات زي ما بيقول. بعد كده تاني برزنتيشن هو السيركيولاتري كولابس، واحنا المايوكارديال ديسفانكشن لا بتبتدي باما سيستوليك ديسفانكشن او دايستوليك ديسفانكشن، الاثنين بينتهوا يا اما الدايستوليك ديسفانكشن ببالمونري كونجستشن وهايبوكسيا، والهايبوكسيا تنتهي باسكيميا ومور ديسفانكشن. لو سيستوليك ديسفانكشن ده بليس كاردياك اوتبوت لو ستروك فوليوم، ده بينتهي بهايبوتنشن وليس سيستميك برفيوجن، ميتابوليك اسيدوزس، مور مايوكارديال ديبريشن اند شوك. فده محتاج تو بي تريتد فيري فاست. دي اكزامبلز من الحالات اللي فيها سيركيولاتوري كولابس. عاده هم دول الداكت ديبندنت سيستميك ليجنز اللي هم الكريتيكال اورتيك ستينوزس. ده عين زي ما قلنا موضوع البريفرال بالسيشنز دي حاجه مهمه ودي بيزك تول، احنا بس يعني بقينا نجامب الحاجات الثانيه عشان من كتر ما الناس ما بقتش تبص على الكلينيكال سكيلز كتير. انما عيان ده عيان اي ساينوتيك مش هيجي بساينوزس، ولكن هيجي بعيان شوكد او عيان حتى لو لسه ايرلي محتاج تبص على البريفرال بالسيشنز بتاعته تلاقي كل البريفرال بالسيشنز دامبد. بيجي بكونجستيف هارت فيلير او شوك لما الدكت ريستريكت. فالعين ده عاده الدكت ريستريكشن ده بيحصل يعني فيري ايرلي، فبيحصل على ممكن يحصل ويزن اورز معظم الحالات على يوم يومين. في عينين زي كده كتير مثلا بيقعد اسبوع في نيكيو عبال ما يتشخص ان هو عنده كريتيكال اورتيك، هو عنده اللنج بالمنظر ده ده ار دي اس فنتيليشن عمال يعمل حاجات وهو وده عيان من كتر ما الفالف ما بيتحركش هو مش هيبقى سامع اصلا الهارت ساوندز ولا سامع الحاجات عليه. ولو عيان عنده يعني لو هو امبيرد فانكشن كمان هيبقى فيري لو بيسموه لو يعني لو فلو لو جريدينت، فده مش هيبقى سامع حتى ممكن ما يسمعش المرمر على العيان من كتر ما الشست بتاع العيان وحش. ده وانس دايجنوز برضو لو اوبشنز بالكاثر انترفنشن. برضو من الحاجات الثانيه السيركيولاتوري كولابس الكريتيكال كواركتيشن او الانتربشن. ده صوره الايكو بتاعت عيان عنده فيري تايت كواركتيشن في الاورتيك ارش. برضو نفس الكلام بيدال بالسز جاست انت لقيت الفيمورال بالسز دامبد وفي والريديال بالسز باوندنج، ففي ديفرنس خلاص هو في كده اوبستراكتيف ليجن يعني ما فيش حاجه ثانيه تفسر الكلام ده. وده العين لو برضو مع الدكتال كونستريكشن احيانا الدكتال تيشو نفسه هو بيقفل الاورتا يقعد يكونستريكت لغايه ما يقفل معاه الاورتا فبينتهي بالعين بسيركيولاتوري كولابس. أسوأ الكيس سيناريوز طبعا هاي بلاستيك ليفت هارت سيندروم، وما زال البروجنوز بتاعه في العالم وفي مصر طبعا بالاخص عشان عدم وجود النيتريك اوكسايد بيخلي حتى السيرجيكال اوبشنز بتاعته ليميتد. ولكن زي ما قلنا في المانجمنت بتاع whatever lesions اللي احنا قلناها دي هو الانيشال سبورتيف مانجمنت ستابلايز فاسكولار اكسس تريتمنت اوف شوك ده في حاله السيركيولاتوري كولابس، جيف اتنشن تو اير واي اند بريذنج كوركشن اوف ميتابوليك اسيدوزس اند ذيس بيبيز شود بي ستارتد اون بروستاجلاندين انفيوجن. ليه بقى؟ هو كل بتوع السيركيولاتوري كولابس دول اذا الاورتيك ستينوزس ده محتاج الدكت عشان تمنتين الفلو بالعكس، والكريتيكال كواركتيشن محتاج الدكت عشان تمنتين الفلو من البالمونري للديستال سيركيوليشن اتليست. الديفينيتيف تريتمنت الحياة دي كومبلكس ليجن محتاجة تيم ديسكشن. لو الجنرال كونديشن بعد الاستابلايزيشن بتاع العين اس فيفربل فمعظمهم افضل يوم سيرجري بالذات الحاجات بتاعه الليفت سايد هارت ليجنز. لو بور جنرال كونديشن في سيبسز في لو بيرث ويت ستيل في بريدج اوبشنز بالكاثر بيسد انترفنشن. اخيرا الهارت فيلير انا هتكلم سريعا عن النيونيتال هارت فيلير. احنا عندنا في حاجات كونجنتال زي معظم حاجات الليفت ليفت رايت شانت او شانت ليجنز. طبعا دول معظمهم بيبرزنت اكتر على عمر زي ما قلنا من بعد اسبوعين لثمان اسابيع، فهم معظمهم بيبرزنت ليت شويه. ولكن في حالات لو كومبلكس ليجن او ميكسد ليجنز عنده كواركتيشن مع في اس دي، فالفي اس دي مضطره تبوش مور بلاد لللنج فهيبرزنت ايرلي، فدول بيجوا ساعات ايفن نيونيتال برزنتيشنز. الترانكس ارتريوزس طبعا ده والسنجل فنتريكولر سنجل اي حاجه سنجل فنتريكول فيسيولوجي ان بروتكتد سيركيوليشن. لارج في اس ديز حالات الكانالز العيانين اللي عندهم ارتيرو فينوس مالفورميشن زي فينوف جالين مالفورميشن وحالات ال في ديسفانكشن زي حاله هي كوايت رير كدايجنوزس ولكن مهمه. عيانين اللي بيجوا يعني ان احنا نشخصه بدايليت كارديومبسي من هو نيونيت لازم نشك في حاجه اسمها الكابا. الكابا دي الكوروناري ارتري بيبقى طالع من البالمونري ارتري، فالعيانين دول لو اتلحقوا بدري ممكن يباس كومبليتلي نورمال.
85% من العيانين دول بيموتوا في السنة الأولانية لو ما تشخصوش. معظمهم يعني من ال 85% دول تقريبا 20% بيموت في أول شهرين. ده ليه؟ لأن هو العيان ده الكرونري أرتري بتاعه طالع، واحد منهم طالع من البلمونري أرتري، فالبلمونري أرتري ولسه البلمونري فاسكولار ريزيستنس عالية بيبقى مينتينينج الكرونري برفيوجن. وانس إن البلمونري سيركيليشن ريزيستنس بتاعتها قلت على عمر 6 ل 8 أسابيع، يبتدي بدل ما هو بيبرفيوز الكرونري يبتدي يستيل من الكرونري، فيبقى بيحصل ستيل فينومينا، فيبقى الدم اللي بيروح للهارت ستيلد جوه البلمونري ارتري اكنه ليفت رايت شنت، فيحصل مايكارديال اسكيميا وانفاركشن للبابيلاري ماسل سيفير ميتال ريجرج، ويبتدي يخشوا في السكه المعتاده. في حاجات اكوايرد طبعا اليومين دول، مايكاردايتس اشهرهم بوست كوفيد. انا يعني لسه حاطط بين قوسين بوست كوفيد على اساس ان دي حاجه بقت بنقابلها كتير مؤخرا، ولكن بقيه الحاجات الدايليت كارديوماباسي، السبتسيميا، الميتابوليك كوزز زي الهايبوغلايسيميا والهايبوكالسيميا، حالات الاسفيكسيا والاريزميا، ودي دكتوره رانيا افاضت فيها. برضو كلمه عن البي دي اي في البري تيرم بيبيز، دي من ضمن الحاجات اللي مهمه تتشخص في البريماتور بيبيز، سبيشال العين دول لو هم بيجوين بريسبيراتوري ديستريس سيندروم هم مش بيبقوا دايجنوزد في الاول، لان البي دي اي ملهاش افكت واللنج لسه ستيف ومش بتاكوموديت البلد. لما يبتدي ياخد سيرفانتا ويبتدي اللنج تتحسن، يبتدي العين ده يبريزنت بهارت فيلير. هو كان الاول اللنج بقت احسن، يا دوبك اللنج اتحسنت رجعت تاني تسوق، لازم نكسكلود وجود البي دي. ساعات ايفن الميرمر ما بيتسمعش غير بعد ما العين يتحسن. طبعا كلنا عارفين دول محتاجين فلويد مانجمنت بريستريكشن، والميديكال كلوجر شود بي ترايد فيرست. ولو فيلد ميديكال ترايل في اوبشنال سيرجري، ومؤخرا في بعض الديفايسز الجديده كمان في القسطره بتنفع تعمل في البري تيرمز بيبيز. ستيل في مصر لسه يعني ما عندناش اكسبيرينس كبيره في الجزئيه دي، ولكن يعني كومينج سون ان شاء الله. ماي تيك هوم مسج انه مانجمنت شود بي انيشيتد وذ كلينيكال كلوز والافيلابل تولز، مش لازم نستنى الايكو. الهايبر اوكسيد تيست، تشست اكس راي، الايكو از ا جولد ستاندرد تول ان بريسايز دايجنوزس. البروستاجلاندين انفيوجن شود بي ستارتد ايفن بيفور كومبليت اناتوميكال دايجنوزس in all critical cyanotic newborn. Early referral to a specialized center in complex cases where management can be instituted. Cardiac team discussion decision is successful key for the management. Thank you. متشكرين جدا يا دكتور محمود، الحقيقة محاضرة رائعة. ولو في حد عنده سؤال أو اتنين we still have a bit of time. وطبعا الكلام is a bit complicated بس قلت بطريقة as simple as possible. حاولت على قد ما اقدر بس. لا كانت محاضرة رائعة وبنشكرك جدا عليها وفرصة. It's an amazing center، واللي ما شافوش لازم يعرف it's such an amazing place من كل تفاصيله الحقيقة، وله دور رائع في حياة أطفال كتيرة جدا. فيسعدني أن أنا أقدم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العفيفي، رئيس قسم البيدياتر الكارديولوجي في مستشفى مجدي يعقوب، هيكلمنا على interventions in neonatal cardiac emergencies. بعد كده هو العيان اللي عنده critical lesion مش just هو خلاص اتحط على الفنت او اتحط على برسين ده destination بتاعه، لا احنا عندنا options كتير، بقينا نقدر نحل مشاكل كتيرة جدا الحمد لله في neonatal period بالأسطرة. محمود طبعا كلمنا من شوية قد ايه ان around 1% من حالات اللي بتولد عندهم congenital heart بنقسمهم simple lesions زي الـ ASD والـ VSD و ده الـ pointer، وفي moderate complex lesion زي الـ AV canal و CCGA و tetralogy follow. بعض الأوقات في complex lesion زي الـ pulmonary atresia و الـ tricuspid atresia و single ventricle و truncus arteriosus و TGA. واحد من كل أربع حالات عندهم congenital anomaly عندهم critical lesion. الcritical lesion
ده يجي دور دي يعني احنا بنتكلم في ربع الحالات اللي هم ربع الحالات الاصعب اللي الساعه فيهم واليوم بيفرق في حياتهم هو ده دور البيدياتريشن والدكتور اللي في الحضانه هو ربع الحالات دول اللي هم اهم حالات هو ده دور الدكتور اللي في الحضانه اللي هو يسسبكت العيان ويبدا يعمل الفيرست مانجمنت ويبدا يفكر هيمشي ازاي لان الحالات دي كان من 20 سنه بتموت بس دلوقتي it is not accepted في وجود options كتير ان هم العيانين دول نفقدهم الدياجنوستيك تول زي ما الدكتور محمود كان بيكلمنا من اول اكس راي واي سي جي وايكو بعض الاوقات بنحتاج حالات ثانيه زي السي تي والام ار اي والانجو بس ده نسبه قليله جدا هنتكلم الكريتيكال بالنسبه لي هو حاجه من الاثنين لا اما هو ديبلي سانوزد او عيان اسانوتيك مع هارت فيلير سيمتومز سيفير هارت فيلير سيمتومز ده ببساطه جدا ديبلي سانوزد ديبلي سانوزد مش معنى ان هو ديبلي سانوزد ان الفلول اللانج قليل لا في بعض الحالات بيبقى الفلول اللانج كتير بس في بور ميكسنج زي عيانين التي جي والاوقات الثانيه اللي هو في لو بالمونري فلو زي حالات الكريتيكال بالمونري ستينوزس البالمونري اتريزيا ويز انتكت انترفنتريكولار سيبتم او بالمونري اتريزيا ويز في اس دي او سنجل فنتريكل ويز سيفير بالمونري ستينوزس ولو فلو بالمونري الاسانوتيك ويز هارت فيلير لا اما في هاي فلو لونج زي الهيوج بي دي اي بالذات زي ما الدكتور محمود كان بيكلمنا او عيانين فيها اوت فلو اوبستراكشن سيفير اوت فلو اوبستراكشن اوت فلو يعني اورتيك ستينوزس كريتيكال اورتيك ستينوزس او كريتيكال كوارتيشن والعيان بريزنتد ايرلي بهارت فيلير فلازم افكر هو العيان الكريتيكال عندي هو كريتيكال لانه سينوتيك ولا كريتيكال لانه انفيرير انفيرير هو كريتيكال لانه في اوت فلو اوبستراكشن ولا كريتيكال لانه في هاي فلو بالمونري وفي دارت كبيره وهنا نبدا نفكر في دور الاسطره دور الاسطره دايجنوستيك في حالات مش النيونيتال معظم حالات النيونيت ما بنحتاجش هيموديناميك كاس عشان نقيس الكيو بي كيو اس الكلام ده بنلجا له اكتر في عيانين المتاخره اكتر او العيانين اللي عندهم شانت ليجن ورين بريزنتد ليت او حالات انترفنشن بنقدر من خلال الاسطره في حالات لايف سيفنج زي ما هنتكلم زي الراش تيند البي دي استنت البالمونري بيرفوريشن الاي اس دي او حالات الاي اس دي والبي دي اي والفي اس دي كلوجر البالون بالمونري ديليتيشن الاستنتنج الكوارتيشن البرانش بالمونري ستنتنج البالمونري فالف ريبليسمنت كل دي اوبشن نون انفيزيف ممكن نعملها بالاسطره هنبدا بعض الكيسز سيناريوز اللي ممكن نقابلها مع بعض في الحضانه ده طفل عمره يومين الساتوريشن بتاعه 50% ما بيتحسنش مع الاكسجين الاكس راي اللانج مش اوليجيميك اللانج يعني ادكويت فاسكولاريتي عملنا اي بي جي لقينا فيه سيفير اسيدوزس طبعا احنا مش هنستنى لما نعمل ايكو طالما بريزنتد بسيفير اسيدوزس وانا اتاكدت ان مفيش شيست اليمنت العيان الفلويد ستيتس بتاعته كويسه مش ديهايدريتد اديته يعني بقى الفوليوم وايز مش ديهايدريتد كويس عملنا خلاص حطيناه على بروستين بقى هنشوف زي ما الدكتور محمود كان بيكلمنا بعدين طلبنا ايكو لقيناه دي تي جي اي بي اف او وانتكت انترفنتريكولار سيبتم نعمل ايه بعد كده احنا خلاص هو مش جاست اتحط على بروستين وتحسن شويه لا هو بعد شويه العيانين دول الميكسنج على مستوى البي دي اي بي بقى قليل فهو بيحتاج جود ميكسنج اكتر فلازم نعمل له نوسع له البي اف او دي ده المنظر بتاع التي جي اي زي ما الدكتور محمود كان بيكلمنا ده الليفت سايد طلع منه البالمونر اللي هو بيبرانش والرايت سايد طلع منه الاورطه نتخيل ان دي حاجه بتاخد حوالي دقيقه واحده اللي هي الراشكند هي دقيقه واحده احنا دخلنا من الفيمورال فين بعض الاوقات لو ما فيش فيمورال ممكن يكون من الامبليتوس ودخلنا من الرايت اتريوم للليفت اتريوم من خلال البي اف او فتحنا بالونه وشديناها بتاخد دقيقه واحده مجرد فتحنا السيبتم العيان في وقتها بيتحسن ونوقف البروستين وبعد كده نحوله بسرعه يعمل الارتيريال سويتش ويكمل يكمل العمليه نتخيل ان انا كل اسبوع بستقبل خمس حالات ورق حالات تي جي اي لو اقدر اقول لحضرتك عشان نعمل لهم ارتيريال سويتش اللي بيقدر يوصل لي حالتين بس من الخمسه في الاسبوع ثلاثه منهم بيموتوا لانهم ما بيلحقوش يعملوا الراشكند
لانه هو احنا اتاخرنا في الدايجنوزس، قعدنا العيان على بروستين، العيان ابنك اتحط على الفنت مش عارفين نحوله، سبتك مات، في حين ان احنا لو خدنا اكشنز اسرع ممكن ننقذ حياه الطفل ببرشتند بتاخد دقيقه واحده. تاني عيان ده عمر يوم، الساتوريشن من 30-60% بيتحسن ل 70-80% على بروستين، بدأوا مانجمنت البروستين واللونج كانت اولوجيميك فهم بدأوا بروستين. الايكو لقيناه بالمونري اتريزيا انتكت انترفنتريكولار سيبتم بي دي اي هو اللي سبلايز البالمونري سيركوليشن. تخيل هو العيان ده هو ال في والار في نورمال، كل حاجه نورمال ما عدا ان البالمونري هو اتريتيك، ما فيش بالمونري فلو خالص، والساتوريشن بتاعه قليل وتحسن على بروستين. هو الخطوه اللي بعدها هنعمل ايه؟ ده عملنا له بعد ما عملنا له ار في انجو، ده استرى في الرايت فنتركل، لقينا البالمونري كومبليتلي ما فيش اي فلو في البالمونري. عملنا بالمونري برفوريشن كروسنج بالواير، وبعد كده فتحنا البالمونري. نتخيل العيان ده بقى نورمال، فتحنا البالمونري فالف بقى فيه فورورد فلو، بقى فيه جود باي فنتركل، السيستميك والبالمونري سيركيليشن بقت نورمال، في حين ان هو لو كانت ساب كان ويل داي. تالت حاله دي حاله عمره 12 يوم، الساتوريشن كان 50%، الاكس راي اولوجيميك، الايكو كان سنجل فنتركل بالمونري اتريزيا بي دي اي ديبندنت بالمونري سيركيليشن. هو سنجل فنتركل، كل الفنتركل السنجل ده بيدي للاورطه ومفيش بالمونري فلو خالص اللي جاي له بس من خلال البي دي اي. فاحنا محتاجين نعمل ايه في العيان ده؟ احنا محتاجين نسيكيور بالمونري فلو. البي دي اي طبعا احنا عارفين احنا مش ضامنين قد ايه ممكن البي دي اي تبقى كبيره انف وتكمل معاه، ممكن البي دي اي تقفل في خلال ايام او ساعات فمش مضمونه. فاحنا لازم نسيكيور بالمونري فلو. ممكن نسيكيور بالمونري فلو يا اما نعمل بي دي استنت او نعمل شنط او نعمل ار في او تي استنتنج، بحيث ان احنا نحسن البالمونري فلو. في الحاله اللي فاتت دي عملنا بي دي استنت، احنا هنا جوه الاورطه بالقسطره معدين البي دي اي للبالمونري، وفتحنا استنت رابطه اللي هي ما بين الاورطه والبالمونري جوه البي دي اي، وبعدين سكيور البالمونري فلو والحاله خرجت. بعد كده بعد 6 شهور بتعمل جلين وبتمشي في السنجل فنتركل باس واي، والعيانين دول احنا عندنا حالات عندها 30 و40 سنه وسنجل فنتركل. فمش معنى ان هو سنجل فنتركل ان هو كتبنا عليه ان هو خلاص، يعني احنا لو بنتكلم في الاوبن هارت من 20 سنه كنا قلنا الناس كلها دي اللي عايشين بفالو دلوقتي بقى نورمال في المجتمع وكان نورمال. احنا سنجل فنتركل مش عارفين ايه اللي هيحصل بعد 20 سنه، فاحنا نقدر نسيف العيان ده على الاقل اللايف اكسبكتنس بتاعته في الجود سنجل فنتكل بيوصل ل 30-40 سنه، ممكن بعد كده نلاقي الهارت ده في السوبر ماركت. يعني ده عيان تاني في كريتيكال اورتيك سنوزز زي الحالات اللي كان بورانا دكتور محمود اللي فيها سيفيرلي امبيرد ليفت فنتكل والال في او تي اوبستراكتد والال في سيفيرلي امبيرد. فتحنا له الاورطه وبقى خلاص الاورطه بقى في فورورد فلو في الاورطه وريليز السيفير ال في او تي اوبستراكشن، وبعد كده ال في. في الحالات دي بنتفاجئ ان ال في بيريكفر فيري ايرلي، بالذات لو عملنا له انترفنشن ايرلي. دي حاله ثانيه برضو احنا بالقسطره دلوقتي جوه الاورطه وفي سيفير تايت كو اركتيشن، احنا جوه الاورطه ده النيك فيزلز وفي سيفير تايت كو اركتيشن وعملنا له كو ارك ستنتنج. والعيان ده معظم الحالات دي بتخرج في خلال ايام. رسالتي الكونجنتال هارت از ذا موست كومن كونجنتال انوميلي. الايرلي دايجنوزس والمانجمنت بيزود السرفايفل. مش متخيلين ان احنا ممكن السرفايفل زاد اكتر من 80-90% في حالات اللي هم كانوا بيضايق كلهم اللي هم ربع الحالات اللي هم كريتيكال. The different transcatheter intervention في congenital heart are safe and effective. The teamwork management. أنا لسه بقول تاني إن دور البيدياتريشن ودور الدكتور اللي في الحضانة ده أهم دور في الحلقة كلها. هو العيان مش هيوصل للخطوات اللي بعد كده إلا لو في دكتور حضانة شاطر أو دكتور أطفال شاطر بيسسبكت العيان في عيادته أو في الحضانة عنده، ويقدر يمانج العيان ويقدر يعرف البلان بتاعته.
الاي سي يو والانستيزيا والانترفنشن والسيرجري هو ده تيم ورك مانجمنت، العيان مش هيعدي الا بيهم. ثانك يو. تسلم دكتور عبد الرحمن، دايما سيمبل وبسيط. هو الموضوع اصلا محتاج سبيشاليتي اكتر، ولكن يعني من المشاهدات الدكت is a part of the body which is crucial for the maintenance of life during neonatal period. علاوة على الميديكال تريتمنت، you should intervene with the duct. You may stent the duct. تهيألي أكتر حاجات بتتعمل في الانترفينشن هو الرشكنت والستنت. دايما بنتخانق ندي ميديكال تريتمنت ولا نعمل ستنت، فغالبا we should refer the case at the proper time. Yes. حضرتك قلت في البلمونري اتريزيا you may have two options. Either to perforate the valve or to stent the duct. نعم فندم، الاوبشن either to perforate the pulmonary valve or to dilate or to stent the duct. في parameters to choose one of both maneuvers. احنا دلوقتي بنتكلم على كذا نقطه. العيانين اللي هم مثلا السنجل فنتريكل والحالات اللي هي بيبقى دارت ديبندنت والبلمونري كومبليتلي اتريتد، ده الاوبشن بتاعه بس بيكون البي دي استنتنج. اما الحالات اللي بيكون فيها بالمونري اتريزيا ويز انتكت انتر فنتريكولار سيبتوم، انا ببقى اشوف الار في ده هل هو ينفع يبقى باي فنتريكل. يعني الار في اولا بنعمل بنشوف الار في هو لو باي بارتايت او تراي بارتايت، الار في تي ويل فورمد. ثالث حاجه ان في حاجه اسمها ار في ار في ديبندنت كورونري سيركوليشن. بعض الاوقات لما يكون الار في مقفول الكورونري برفيوجن معتمد على الار في بريشر، فانا لو فتحت البلمونري في الحاله ديت بيحصل اسكيميا والعيان بيأرست، فانا لازم بحقن الار في الاول واتاكد ان ما فيش سيناسويدز في الار في رابطه ما بين الكورونري. ولو لقيت ما فيش سيناسويدز ممكن ابرفوريت البلمونري. لو لقيت فيه سيناسويدز يبقى انا خلاص العيان ده ما يقدرش يعيش بباي فنتركل، فساعتها عامله معامله السنجل فنتركل، ففي الحاله دي فاعمل دارت ستنتنج. في اي سؤال بالنسبه للزملاء؟ دكتور عبد الرحمن، احنا في الصعيد عندنا مشكله في الريفيرال تو اسوان هارت سنتر. اتفضل انت يا دكتور محمود، اتفضل. عايز حضرتك بس توضح للزملاء ايه البوليسي بالنسبه للريفيرال. انا اعلم انه لو البيشنت هاد راشكند بيفور يو ويل نوت ريسيف ذا بيشنت، مش كده؟ لا 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 دكا. مش كده؟ لا لا, لا. هو اي عيان تي جي اي ستيبل يقدر يتنقل احنا بي اكسبت العيان. اي عيان عامل راشكند او مش عامل راشكند، اهم حاجه يبقى سيف. يعني ما ينفعش عيان فنتليتد او انفكتد، او احنا العيان احنا برضو عندنا ليميتد اي سي يو بيدز، فاحنا عاوزين العيان اللي ندخله عمليات ونقدر نعمل لكذا عيان عمليه، لان احنا مكان مش كبير قوي. فاحنا الحالات اللي هو ريدي فور ارتيريال سويتش بنجيبها على طول. اما العيان اللي هو لسه انفكتد وعلى فنتليتد ولسه محتاج ميديكال كير، لا احنا بنقول للحضانه بنكلمهم استابلايز العيان كلير. لما نتاكد ان هو بقى كلير من انفكشن احنا نستقبله يبقى ريدي على العمليات على طول. اي عيان قسطره ممكن بنقبله. اي عيان قسطره؟ لا احنا بنتكلم بالنسبه للتي جي. بس يا فندم لا، هو التي جي اي ويز انتكت انتر فنتريكولار سيبتوم. فور هاو لونج يو كان اكسبت ذا بيشنت از ريجارد هيز ايج؟ يعني مثلا بعد 2 ويكس مثلا، افتر 2 ويكس اقول حاجه. احنا ما هو ده احنا العيان اللي هو على هو الاهميه الاولانيه اللي احنا نسيف البيشنت لايف، وبعد كده ندور له على الاوبشنز. في ايديال اوبشنز اللي هي الارتيريال سويتش اللي احنا ننقل الاورطه تاني مكان البلمونري والبلمونري مكان الاورطه، بس ده الايديال بلان. بس لو العيان ستيل انفكتد فهو مش هينفع يعمل اي عمليه. هو حتى ايفن لو احنا عندنا عيانين مثلا المفروض قدم عندنا مثلا هو عمره ايام بس لسه فنتليتد، نقول له لا اعمل راشكند سيف العيان اخرج من الحضانه. طلع لنا من الحضانه عمره 40 يوم 50 يوم بيجينا بنعمل ري اسسمنت هل ال في ده لسه ستيل كويس ولا لا. في بعض الاوقات بنتفاجئ ان في مثلا مايل دي بي اس، في بريفرال بالمونري ستنوزس، في بي دي اي، في كولاترال
عامل تريننج للليفت فنتركل فستيل هاف اوبشن تو دو ارتيريال سويتش. ايفن لو العيان ده خلاص فرصه الارتيريال سويتش راحت عليه، لا بس في اوبشنز ثانيه اسمها اتريال سويتش اللي هي الماسترد، وعملنا في اسوان موديفيكيشن للماستر بدات ونتائجها هايله جدا، عاملين حوالي 200 عيان موديفايد ماستر نتائجها اب تو مش عاوز اقول يعني قربنا من 100% اكتر من 99% من كل الحالات عدت كويس، وده بيتعمل في اي سن. طبعا مش الايديال زي الارتيريال سويتش بس زي ما قلت لحضرتك كده هو الاهم من العيان الاول يبقى باس فتره النيونيتال ويبقى كلير عشان يقدر يخش عمليات. بالنسبه للتي جي اي التعامل مع الحاله بيعتمد على الدياجنوزيس از ات ذا سيمبتوم از انتاكت اور نوت والايج اوف ذا بيشنت، واحنا ات از كروشال to handle the baby during the first 1 month if the patient or if the baby have a intact septum. لان الارتيريال سويتش ليها تايم، ليها تايم معين. عموما يعني ونشكر الاستاذ دكتور رانيا، الاستاذ دكتور عبد الرحمن، الاستاذ دكتور محمود شحاته، وهنستمع الان الى one of the nightmares for parents is the neonatal colic. دكتور محمد عز الرجال.